بعد مواجهة كلامية بين ترامب وبايدن حول الكمامة، ترامب يصاب بالكورونا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وزوجته أصيبا بالكورونا، وشدد على أنهما سيتخطيان هذا الوباء. وكان ترامب وزوجته قد التزما الحجر منذ أيام حين ثبتت إصابة مساعدته بالفيروس، والتي كانت على متن الطائرة الرئاسية لحضور المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن. على عكس منافسه جو بايدن، لا يستخدم ترامب الكمامة. في تموز الماضي كان أول ظهور لترامب وهو يضع الكمامة خلال زيارته منشأة طبية عسكرية خارج واشنطن. لكن عدا هذا المشهد، يصر ترامب على عدم اعتماد أي قناع وقائي. هذا الموضوع على كل حال شكل حيزا لافتا من المناظرة بينهما. You have to understand, if you look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on, you know, when I think I need it. Tonight, as an example, everybody's had a test and you've had social distancing and all of the things that you have to. But I just wear like masks when needed. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. mask make a big difference. His own, we'd probably save up to 100,000 lives. It matters. He's been totally irresponsible the way in which he has handled the social distancing and people wearing masks, basically encourage them not to. All right. Ben, he's a fool. بعدما رأى ترامب أن الكمامة تندرج ضمن لعبة بايدن السياسية، هل يستثمر ترامب إصابته بالفيروس لأهداف انتخابية؟ أنا حاسه شوي مركب الموضوع أكثر ما هو هلا فيكون كمان منصاب بتكون كمان على مصلحته. يعني اليوم في كثير ناس مهمة أوقات بيضووا على مرضهم لحتى يستعطفوا العالم. الأشخاص اللي معه لترامب اليوم يمكن مرددين شوي ببعض بعض المواقف اللي أخذها، خاصة موضوع كورونا. هذا الموضوع رح يرجع رح يرجع يدفشهم إنه يصوتوا له. هذا الاستعطاف يستعمل كثير. حين قال في تغريدته سنتخطى هذه المحنة معا، هل توجه بطريقة غير مباشرة إلى الشعب الأمريكي بعدما اتهم بايدن الرئيس الأمريكي أنه غير قادر على حماية شعبه من الكورونا؟ عارف ترامب قديش خسروا هذا الموضوع، انه بالنسبه للازمه كيف داره والى اخره. بتصور انه هلا موضوع توجذر كمان، انه يعني حس حاله انه هلا قشط حاله، صار مثله مثل كل العالم، مثل كل الامريكيين، انه هو كمان انصاب، منه هو انه هذا الجبل الشامي اللي بس ينتقد. بايدن غرد متمنيا باسمه واسم زوجته الشفاء العاجل لترامب والسيدة الأولى، مضيفا سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته. هو ما في شك، كمان أنا بحس أنه ترامب هو من هذا النوع، أنه بيكون عمل هذا الموضوع لحتى يوقع خصمه كمان بموضوع كورونا، أنه يتمسخر عليه أو يصير فيه تجييش على السوشيال ميديا أو حرب إعلانية. يعني بيروح الإعلام بدل ما يكون في مواقف سياسية، بيروح على رد ورد مباشر، يعني بتصور عامل له هذا الفخ. وأصلاً هلا بتحس إنه جو بايدن رجع عرف الفخ وبلش يشيد فيه ويحكي عنه بالمنيح. يعني ترامب أكد مواصلته عمله كرئيس من دون أي انقطاع، لكن إن استمر الحجر 14 يوماً فماذا سيكون مصير المناظرة الثانية بينه وبين بايدن المقررة في 15 من الحالي؟ هل يمكن أن تلغى ويجري الاكتفاء بالمناظرة الأخيرة المقررة في 22 من الشهر الحالي؟ غدي بموسى، قناة الجديد.